اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع حضراتكم سهرتنا النهارده من برنامجكم الخيمه. الحقيقه الفقره دي يا ميكس يا فنيه، وكمان هنتكلم شويه عن عادات اخواننا الفلاحين المزارعين. ضيف هذه الفقره هو فنان عاش وتربى في تراب هذا الوطن، لكنه سافر برضه واتغرب حوالي 25 سنه ورجع متعطش وملهوف، ولكن عنده موهبه جميله جدا. ايضا هذا الفنان هو من جيل الوسط، يعني عاش واخذ الفن الجميل، زمن الفن الجميل، وايضا ما زال يعاصر الفن الموجود حاليا، ايضا فن جميل يقتبس من أصالة الفن اللي كان قبل كده في الماضي، وهو الفنان أمجد عفت. أهلا بك يا فندم، مشرفنا. أهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب. أيضا مشرفنا في هذا اللقاء الحاج حسين أبو صدام، نائب رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب. حاج حسين أهلا بحضرتك يا فندم، مشرفنا. كمان موهبة جميلة جدا وطفلة صغيرة، يمكن التمست الفن شوية من باباها، لكن عندها موهبة كبيرة جدا، بتغني وكمان هتنافسنا بعد كده في الإعلام، لأن عندها موهبة إزاي ممكن تكون مذيعة، بتقدم برامج. هنحاول دلوقتي نستعرض الموهبة، وهي الموهبة الجميلة أريج. ازيك؟ الحمد لله. منوران. كل سنه طيب. اهلا بيكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ودايما كده الناس بتقول ايه، تكلم لاعرف من انت، فانا مش عايزه يعني انا هقول لحضرتك غني لنعرف من انت. فنبدا كده بغنوه حلوه كده نرتاح في رحابها شويه من الكلام الكتير اللي كلمناه خلال الحلقه. الناس محتاجه بقى في واحد غناء. اتفضل حضرتك. هتسمعنا ايه؟ نسمع حاجه قديمه بقى وكده، حاجه تفكرنا بالزمن الجميل. مين في الجمال يشفي جمالك يا اللي أجمل من الجمال، لو يكون زي القمر لون بهاء ملوش مثال، الهنا والفرح كله وسعادة بين ايديك، الهنا والفرح كله وسعادة بين ايديك، والنعيم نور حياتنا بنلاقيه في نظرة عينيك، قد ايه الدنيا حالي واحنا جنبك بين ايديك. مين الله وحييك، ايه الجمال ده، ما شاء الله. يا جميل، اهلا بيك حاج حسين. يمكن الفن يمكن منبع اساسي ليه هو الريف المصري، كلمني بقى عن اهميه الفن في الريف المصري. ولو نستعيد بذكر الفلاح بقى لما كان يقعد كده على شط الترعه ويعزف بالناي، كان ده بيشجعه انه ياخد بريك شويه كده ويرجع يستمر في العمل والكفاح بتاعه في الحقل بتاعه. كلمنا بقى عن الفن واهميته في الريف المصري. بدايه انا نقول كل الشعب المصري كل عام وانتم طيبين، وبطمن أخوة الفلاحين في جميع مصر. احنا كنا امبارح كنا في الفور سيزون مع جمعيات المستثمرين، وطمنونا ان الأسمدة أسعارها مش هتزيد، رغم ان الأسعار كلها زادت في كل حاجة، لكن الأسمدة أسعارها هتفضل زي ما هي. كان معنا الدكتور رضا النحراوي، وقال رغم ان الأسمدة تكلفتها عالية في موضوع الطاقة، لان احنا هنفضل زي ما احنا. وانا بحيي جمعيات المستثمرين المصريين على هذا الموقف، لان هم برضو بيتحملوا وعشان مصر تعدي. بالنسبة للفن، طبعا الفن ده روح الفلاح المصري. الفلاح المصري عايش على الفن. الفلاح قبل ما يصبح الصبح كده هو ماشي كده بيغني. في ناس بقى الغنى البدوي، وفي الغنى الفلاح العادي. وكان الفلاح كان ليه أغاني كتيرة كده، منها يقول لك طلعت يا محلى شمس الشموسة، لا طلعت يا محلى شمس الشموسة وغيرها وكده. بس كان الفلاح برضو في حاجه في الفن بتاعه، يعني بيحب الشعر. يعني مين الجاهليه مثلا، كان يجي مثلا بمناسبه العاشر من رمضان، واحنا في العاشر من رمضان ونقول القوات المسلحه كل عام وانتم طيبين، كان في شعر حلو كده يقول لك: يا ارض سينا عانقي حريه جاءتك من ابنائك الاحرار، المارد المصري هب مزمجرا مستهزئا بالموت والاخطار، وعلى اللواها على سنا وجرى بها نهر من الانوار، يا ارض سينا عانقي حريه جاءتك من ابنائك الاحرار.
فالشاعر برضو الفلاح بيتمسك بالعادات والتقاليد حتى في الأغاني. نعم. يعني ليه أغاني معينة كده تلاقي فيها حب وطن يعني إيه حب فيها وطن. قوة وفيها شهامة معينة كده وتلاقي يعني كتير. وإحنا الأستاذ أمجد يعني أمتعنا. نعم. ومش هعرف طبعا أغاني زي الأستاذ أمجد ده موهبة الشعر والإلقاءه كان جميل جدا. ونرجع للأستاذ أمجد بقى وحضرتك برغم إنك بدأت بداية مثلا في نفس توقيت إيهاب توفيق عمرو دياب وهذا الجيل لكن حضرتك سافرت فبعدت وما كانش ليك نفس الانتشار زيهم. قول لي حضرتك كنت موجود فين وهل دلوقتي في حفلات أو مثلا اسطوانات جديدة ممكن تساعد على يعني رجوعك للناس؟ والله انا طبعا كنت قبل ما اسافر وكنت متواجد بشكل كويس وكان لي يعني بدايات كانت تبشر بالخير لولا اني بس ما وصلتش او ما استمرتش في المجال في مصر. بدايه طبعا كان لي كنت لي تيم جروب خاص بيا بعمل بيه حفلات بشكل كويس. اشتغلت مسرح كتير قوي و الفرق القومية وكنت بغني في مسرحيات وجو مسرحي كنت بعشق هذا الجو يعني. وعملت تتر مسلسل سهرة بطولة سناء جميل وجميل راتب الكلام ده كان 86 على ما أعتقد. وبعديها مباشرة أنا 87 سبت مصر سافرت يعني يعني قدر السفر بشكل أو بآخر. سافرت عشت سنين طويلة كنت باجي مجرد أجازات. نجحت كويس جدا في أوروبا لفيت بلاد كتير جدا قدمت أعمال فنية بشكل كويس وكان ليها تواجد والناس كانت الحمد لله يعني بتستوعب ده إذا كان عربي أو أوروبي أو كده. وهم ناس الحقيقة في أوروبا الفن أو المزيكا هي لغة عالمية ملاش علاقة بلغة كلامية يعني مش لازم يكون كلامنا علشان يستشعروا الغنى والموسيقى بالضبط. هم بيحسوه يعني الفن بيتحس أكثر منه سمعا يعني هم عندهم الحاسة دي. وكان يعني ما كنت أغني في كثير من الحفلات كان بيبقى فيه التعقيب يقول لي انت غنيت النهارده للوطن انت غنيت يعرفوا الاتجاه هل عاطفي او وطني دراما يعني بيحسوها وكانه يعلم او يفهم هذه اللغه. وحضرتك ليك اثر كبير كمان هو طلعت لنا موهبه جديده حتى لو ما كنتش متواجد في مصر بس جبت لنا موهبه وانت جايبها أريج يا متعددت المواهب اتكلمنا بقى أريج انت يعني هذا الشغل من ذاك الاسد بابا قال انت بتعرفي تغني وبتعرفي كمان تقدمي برامج ازاي بابا يعني زرع فيك الموهبه دي وازاي نماها وكلميني بقى عن نفسك شويه وحاولي تسمعينا حاجه كده. لا مفيش كسوف بقى الفنان ما بيبقاش مكسوف في الاوبيرات الوطني اللي هو عامله صح ممكن تغني لنا حته من الاوبيرات اللي انت غنيتيها. يلا سمعينا بقى خدي المايك بس كده وسمعينا انت قلت ايه في الاوبرات ده في حب مصر. يلا 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 شمتها شمس وضليلة عشقتها حدوتة جميلة الأميرة في ألف ليلة ست الحسن هي مصر حمد الله عالسلامة يا مصر حمد الله عالسلامة يا مصر حمد الله عالشهامة يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر نرجع للحاج حسين. طب انتوا جهزتوا الاوبريت هم مجهزين الاوبريت نسمعه وهو اوبريت في حب مصر ونرجع بعد كده نشوف حب مصر بقى من جهة أخرى سواء من الشاعر أو حب العيلة. ودب اليأس فينا وتاه منا الخلاص وحتغرق السفينة لقيناها جاية تتحب وتنور ليالينا وردة لا يمكن حتدبل شمس ورجعة تدفينا حمد الله على السلامة حمد الله على السلامة يا مصر. I'm
شايفين عمر القائد قال له امين الجيش والشرطه في خدمه مصر الحمد لله على السلامه يا مصر الحمد لله على السلامه يا مصر الحمد لله على السلامه يا مصر مصر يا ست العايز النهارده الكل عايز حتى اجراس الكنايس صبحها بيقول مصري مصر الحمد لله على السلامه يا مصر الحمد لله على السلامه يا مصر الحمد لله على السلامه يا مصر شعلة من ثاني نويني خديني يا قبلتي وديني حبك فرد وسنة يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر بحبها أول مواعيد قبل ما عذاب الجديد بحبها وعمري ما حبيت حد تاني زي ما الحمد لله على السلامة رفعين علمك يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر الحمد لله على السلامة يا مصر تعدي السنين وتمر وانت صامتة وسط المر دايما حرة وشعبك حر مليون تحية لشعب مصر الحمد لله على السلامة يا 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 أرض الكنان. الحقيقة بحييكم على هذا الأوبريت الجميل ما شاء الله صوت مميز أوبريت جميل كلمات رقيقة من حضرتك أو بنت حضرتك ما شاء الله. قبل ما أسألك بقى عن كواليس الأوبريت ده هروح بقى للحاج حسين وتكلمني بقى إيه رأيك في الفن الموجود حاليا وخاصة الأعمال الفنية اللي تجسد القضايا اللي بتختص بإخواننا الفلاحين والمزارعين وأنت كده كفلاح أو كمزارع أو كصعيدي زينا بتشوف بقى الأعمال الفنية اللي فيها بقى البطولات الصعيدية والحاجات دي إيه رأيك فيها؟ هل تجسد فعلا الواقع الصعيدي ولا لا او واقع الفلاحين والقرى الريفيه ولا لا؟ والله الفلاح المصري مش بعيد عن الفن. الفلاح المصري عايز يغني زي كل العالم ما بيغني. نعم. وانا لسه كان واحد بيكلمني بيقول لي انا بسمع قناه مصر الزراعيه بتسمع ايه بيسمع فيها لاليلة وبيحبوا الحاجات اللي هي كده فيها فخر وفيها شهامه كده. نعم. وكان دايما الفلاح يقول لك ليه تهدموني وانا اللي عزكم باني انا اللي فوق جلدكم قطني وكتاني واهلي ليلة دفنتي ما لاجوش اكفاني. انا مش عايز اقلب الحلقه الدراما. نعم. على اساس الفلاح دايما دي مبارزه بين الغناء والشعر حاجه لازم الفلاح عشان الناس تفضل مصر تغني الفلاح لازم يشتغل في الارض. نعم. ويعرق والغنى بتاع الفلاح هو الفاس بيخبط في الارض كده بتدي له هو الصدى الصوت هو ده اللي بيسمعه الفلاح. حضرتك حسيت ان مصر رجعت لنا فعلا اللي انا شفت فلاحين كتير جدا خرجوا 30/6 كانوا متحمسين جدا وشاركوا في الانتخابات وفي الاستفتاءات مع انهم ما كانوش بيشاركوا قبل كده. ده كان في احساس من الفلاحين المصريين ان مصر ممكن تنتزع وعاوزين يستردوها وعاوزين البلد تبقى احسن. الفلاح المصري ما طلعش في 25 يناير طلع في 30/6 طلع في 30/6 اللي هو خاف على البلد للضيق. طلع الفلاح المصري ده يعني هو بصراحه الاساس اللي ما تتبنى عليه مصر. راجل اصيل فعلا وما بيبصش للمصلحه بتاعته يعني هو حتى في الفرح لو عنده فرح ابنه هيتجوز مثلا بيبقى الفلاح في حال
بيدبر اموره، بيجيب فلوس من هنا ومن هنا عشان يكمل الفرح، وبيطلع يسقف مع الناس على اساس ان هو ما يبينش ان هو زعلان. فالفلاح انا عايز الناس تبص له، وعايز برضو الفن والاستاذ امجد معانا يعمل حاجات للفلاحين، تشجع الفلاحين على اساس تستمر في العطاء، لان احنا بدون فلاحين مش هنقعد كلنا نغني بقى، لان لازم الواحد يشتغل وواحد يغني له ويشجعه. صحيح كده طيب. حتى على الجبهه كان بيحصل هنا. استاذ امجد بقى كلمني على كواليس الاوبريت ده، وسبب انك تنزله في هذا الميعاد، وحرصك انك تكون موهبه جميله زي بنت حضرتك موجوده في الاوبريت ده. هو اولا طبعا اللي كاتب الاوبريت هو شاعر ابراهيم عبد القوي. نعم. حد مقرب الى قلبي بشكل كبير. طرح عليا الكلام، كلام من فتره طويله يعني، الكلام ده من يمكن اكثر من سنه. وبدانا بالفعل يعني هو سنه يعني بعد بالظبط بعد 30/6 مباشره يعني سنه دلوقتي. تمام. بدات لحنته، دي الحاني انا شخصيا، ومن توزيع الفنان وليد مصطفى. بدات العمل فيه فعلا، وبدانا بدات الاتصال ببعض الفنانين، وكان بدايه الاستاذه فاطمه عيد بدرت بكل الحب واشتركت معانا في اول واحده دخلت الاستوديو. تمام. الاستاذ سامح السريتي عامل الناريشن في البدايه اللي حضرتك سمعته دلوقتي. جميل. الفنان العظيم الجميل اللي يعني قريب الى قلبي وبقى من احب الشخصيات اللي انا شخصيا بعتز بيها، لانه عنده وطنيه كبيره جدا. زائد ان انا حسيت الموضوع يعني الكلام حلو قوي. كنا في غمه وفي يعني مصر دي ضاعت مننا وخلاص، واستسلمنا للامر الواقع بعد ما قلنا خلاص وخلاص الدنيا ضاقت بينا وخلاص ده ما كده يعني ما فيش بديل يعني. بعد كده لقينا بقى البهجه وال الإشراقة الجميلة. عايزين البهجة والإشراقة دي اللي حضرتك بتتكلم عنها نسمعها ونترجمها بقى في شكل غنائي دلوقتي. عايزين لايف. حضرتك تختار لنا أغنية جميلة كده علشان يعني اللي بيسمعنا وبيتفرج علينا يستمتع معاك. يا ريت أريج كمان تشاركك في الأغنية. أريج ممكن تغني مع بابا ولا؟ أنت بتحب مين من الفنانين الأول؟ غير بابا طبعًا. أريج؟ بابا مش هيزعل يعني، قولي الفنانين اللي أنت بتحبيهم مين؟ مين بتحب فنانين قدام؟ عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، ولا الموجودين دلوقتي عمرو دياب، طبعا محمد منير، ايه بتحبي مين؟ عمرو دياب. عمرو دياب بتحبيه؟ طب بتحبيه هو ولا بابا اكتر؟ صعب اكيد بابا. طب نسمع حاجه جميله كده من حضرتك واريجي. بتحب تسمعوا ايه؟ احنا كنت حضرتك بتظبط المايك قبل ما ندخل على امتى الزمان يسمع حاجه جميله. كانت جميله قوي محمد بيقول حضرتك عارفها او يعني حاجه لها علاقه برضه بالريف ونقعد على شط النيل كده حاجه جميله. اوكي اتفضل. قليل يا ليل يا ليل، قليل يا ليل يا ليل، قليل ليل ليل اسمح يا جميل، امتى الزمان اسمح يا جميل، وسهر معاك على شط النيل، الجو كل سكون والورد ما الجو كل سكون والورد مال هالغصون، القمر طال العينين والعذور غاب عن عينين، القمر طال
جميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط النيل. امتى الزمان يسمح يا جميل وسهر معاك على شط النيل. الله الله بحييك ما شاء الله صوت جميل وجهور. طيب انا شايف ريش كنت بتسخني مع بابا وهو بيغني كنت بترددي، عايز اسمع منك حاجه لايف كده. انت احنا المذيع والفنان ما بقاش كده مكسوف، عايز فين الجراءه بقى؟ خدي غني نسمع حاجه كده جميله منك. يلا بص الكاميرا بتاعتك يلا. تعالى حبيبي لا ابعد مكان، انسان اللي ضاع بين ايدينا نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا مات ولازم نعيش اللي هرب كمان. تعالى حبيبي لا ابعد مكان، انسان اللي ضاع بين ايدينا نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا مات. جميل الله. ايه رومانسيه طبعا يا حاجه حسين، احنا سامعين منهم اغاني جميله وتدعو كده ايه للروقان. هل الفلاح المصري اللي كان يعني دايما كنا بنحسده زمان، مش عارفه كنا بنحسده على حق ولا على باطل، انه نقول محلاها عيشه الفلاح مطمن قلبه مرتاح، هل الفلاح كان عمره مطمن قلبه مرتاح؟ وهل دلوقتي باله مرتاح ولا باله تعبان؟ والله الفلاح زي كل البني ادمين بيحب ويكره، وبس بيقول لك حب عفيف وكلام يعني خشن شويه في الحب. بيقول لك مثلا تركت حبها من غير بغض وذاك لكثرة الشركاء فيه، فاذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، وتجتنب الاسود ورود مائي اذا كان الكلاب والاغنى فيه. فالفلاح عشته عشه اسود، انه عايش في الصحراء وعايش وسط الصخر، فبيحب ويكره وعيشته جميلة بالنسبة له. يعني هو بينام تحت الشجرة بيحط الجزمة بتاعته تحت رأسه وبينام وبيبقى أسعد إنسان، بيجيب حتة جبنة وبتاع ويقعد يأكل وهو سعيد. سعيد ليه؟ هو بيحب الناس سعيدة. نعم. الفلاح بيحب المصريين وبيحب البلد دي، فهو ساعات هو حتى لو كان هو تعبان ما بتحسيش انه تعبان. الفلاح عمره ما قال انا تعبان، وبيخجل يقول ان انا تعبان، لكن هو تعبه هو على البلد، تعبه هو عايز البلد دي في احسن حال، عايز الناس كلها تغني وتفرح، وهو برضه ينوبه من الحب جانب، لان الفلاح عنده اولاد وعنده في اولاده فنانين واولاده مهندسين واولاده دكاتره، مش هيقعد طول عمره شايل الليله كده، لازم تبص له بصه يعني. بكره احلى ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله احنا شايفين بكره احلى يا رب. واحنا مبسوطين جدا بالقرارات اللي حصلت دي، رغم ان في ناس كتيره بتشكك فيها، لكن انا دايما كنت بقول ارفعوا الدعم. الدعم ده ما بيروحش للفقير، الدعم ده بيروح للمبسوطين. نعم. ان كنا في المؤتمر ده كنت سمعت واحد بيتكلم بيقول لك مثلا مصانع مثلا زي مصانع الاسمنت دي بتاخد ملايين الجراكن من الزيت من الغاز والكهرباء والوقود بصفه والوقود. نعم. احنا بناخد ايه؟ بناخد الفتات. لما تيجي انت بقى الفلاح ده الشماعه اللي بيعلق عليه يقول لك ده فقير واحنا عايزين نساعد الفقير، انت ما بتساعدش الفقير عشان تدي له صفيحه جاز ب 20 جنيه وتدي المصنع ملايين، ده غلط. ده احنا لغايه دلوقتي احنا بندعم مين؟ ندعم السفارات الامريكيه وبندعم السفارات في جميع الدول في مصر هنا بالغاز المصري علشان تدي للفلاح صفيحه، لا ادي له 10 جنيه في ايده كده وارفع الدعم، احنا مش عايزين دعم. معلش نستحمل شويه ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل. أي معلش هي ممكن تكون صعبه شويه، ولكن بتكلف ترابطنا ان شاء الله تكون افضل. مش عايز اقول يعني احنا متفائلين ان شاء الله، بنبص النص الكوب المملوء دائما. صح. بس بقول لكم بصوا لنا شويه ما تسيبوناش، احنا معاكم قلبا غالبا ان شاء الله. يعني بكده بنكون وصلنا لختام سهرتنا النهاردة، نرجو أنها تكون نالت إعجابكم في الخيمة، وكنت سعيدة جدا النهاردة وأنا مع عاصم وأنا مع ضيوف الأعزاء. بشكر حضراتكم جدا، شكرا للحاج حسين أبو صدام نائب رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر يعني الفنان أمجد عفت، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا لأريش، وطبعا هسيب حضرتك تختم بعد كده باغنيه، بس شكرا يا عاصم. شكرا ليك يا نهى، شكرا لكم مشاهدينا. طبعا عايزين نسمع كده اغنيه جميله نختم بيها هذا اللقاء. شكرا لكم يا جماعه وشرفتونا، اتفضل يا فندم. نقول حاجه رمضان بقى.
نفسي في حاجات من ربنا ومكسوف اقولها له، علشان بقول عالصلاة مش مشكلة وماله. نفسي في حاجات من ربنا ومكسوف اقولها له، علشان بقول عالصلاة مش مشكلة وماله. فبأي عين يا ترى ايديا مداله؟ بنساه وبندم وانا في الحج بسعاله. نفسي في حاجات من ربنا، نفسي في حاجات من ربنا، ان ربي للتوبة قبل رح ينصلح حالي، واطلع له فوق الجبل وداعيه من العالي. ان ربي للتوبة قبل رح ينصلح حالي، واطلع له فوق الجبل وداعيه من العالي. يا رب كل الكون ارحمني برحمتك، احميني مكان ما كون من ضعف بقوتك. يا رب كل الكون ارحمني برحمتك، احميني مكان ما كون من ضعف بقوتك. نفسي في حاجات من ربنا، نفسي في حاجات من ربنا.